وحينما بتقول أرجو أن ترفع طلبة في كل قداس على المذبح المقدس مثلما نصلي للطلبة والعاطلين حتى لو كانت تتلى سرا وذلك من أجل الحموات اللي هم في الأصل أمهات لكي يعيشوا أمهات مع أولادهم إلى آخر. كفانا نصايح وإرشادات عشان دي مش جايبة فايدة واحنا كلنا شايفين بيوت مليانة صراعات وخراب بسبب الحموات. الحموات دلوقتي برضو ليهم فايدة احسن يكون في الحاضرات حموات يخرجوا زعلانين مش كلهم يعني. في حموات سموهم حموات عشان ربنا يحميهم وفي حموات سموهم حموات عشان ربنا يحمي الناس منهم. يعني في حما بتربي العيال الصغيرين اللي مولود للابن او للابن وبتبقى بركة كبيرة في البيت. الست بتروح تشتغل وسايبة ابنها الصغير لحماتها ومطمئنة عليه. وفي حموات بيحبوا يحلوا مشاكل اولادهم او بناتهم بانهم يتدخلوا تدخل يتعب البيت. نرجو الحموات يكونوا امهات بالحقيقه. من احسن القصص قصه رعوس اللي كانت بتحب حماتها محبه فوق الوصف وقالت لها منين ما تروحي انا وراك حيثما عشت اعيش وحيثما مت اموت. وحماتها نصحتها نصيحه كانت سبب في سعادتها واصبحت جده من جدات المسيح. ما نقدرش نقول كل الحموات وحشين بس صاحبه السؤال هي قاست من حماتها حاولت تكسبيها إن ما جاتش من نفسها ربما تيجي بالمعاملة الطيبة. وما تسميهاش حماتك تقول لها يا ماما مش تقول لها يا تيتا. عامليها كما لو كانت أصغر منك في السن كما لو كانت هي ربة الأسرة وانت ضيف عندها. الكتاب بيقول الجواب اللين يصرف الغضب لكن الغضب يولد غضب. معلش نصلي سواء في القداس او في غير القداس ان ربنا ينشر السلام في البيوت. وممكن الحموات يبعتولي ويقولولي البت الصغيرة اللي جوزت ابننا عاملة انها ربة الاسرة وانا الست الكبيرة ما بيسألوش فيا. تسألي فيه منين ما تسألك وتقولك نعمل ايه في الموضوع ده. قوليلها اوامرك انت تفهمي اكتر مني. صدقوني المحلاسة دي تزيد قلب اي حماه.